مكانه. ما المقصود؟ الرياء والسمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذاك في سبيل الله، فذاك في سبيل الله. أما القتال لأجل العصبية أو الدنيا أو الهوى فكله من جثي جهنم. ولذلك جاء في الصحيحين أو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية، أو قال عمية، من قاتل تحت راية عمية يقاتل لعصبية ويدعو لعصبية فميتته جاهلية، مات ميتة جاهلية. إذا كان تحت راية عمية يعني راية مظلمة ليست واضحة، إنما قتال لأجل الهوى أو الدنيا أو الشهوات. أما إذا كان القتال قتالا مشروعا وقد استبان الحق فالقتال شرعي، وليس كل قتال بين المؤمنين فتنة، ينبغي أن يعلم هذا. إنما قال العلماء: إذا حصل قتال بين طائفتين من المؤمنين متى يكون فتنة يجب اعتزالها؟ يكون القتال بين المؤمنين فتنة يجب اعتزالها إذا كانت الطائفتين على باطل، كلاهما يقاتل لأجل الهوى ولأجل الشهوات، أو صراع قبلي أو جهوي، أو لأجل الحكم، هذا عنده جيش وذاك عنده جيش فقط لأجل أن يحكم هذا، أو لأجل حكم العائلة مثلا والحفاظ على الملك والسلطان، كما كان النظام السابق يقاتل لأجل الحكم والسلطان وبقاء حكم العائلة. إذا كان القتال بين طائفتين كلاهما على باطل يجب اعتزال الطائفتين، كما قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، القاعد خير قال من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. أيضا الحالة الثانية: إذا كان القتال بين طائفتين من المؤمنين على حق، كلا الطائفتين عندها تأويل وعندها دليل وعندها اجتهاد، ولم يتبين الحق، المسلم لم يتبين له الحق مع من، هنا يعتزل، كما حصل بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبين أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، حصل اقتتال ولم يتبين الحق، كلاهما عنده تأويل واجتهاد وعنده دليل يستدل به، بعض الصحابة لم يتبين له الحق ورأى أنها فتنة بين المؤمنين فاعتزلها، كما اعتزل ذلك طائفة من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنه وغيرهما من الصحابة. لكن لو استبان الحق وظهر فنصرة المحق واجبة. طيب الحالة الثالثة: إذا كان القتال بين طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى مظلومة أو الأخرى على حق، فيجب نصرة الطائفة المظلومة، الطائفة المحقة، كما كان القتال مع النظام السابق: طائفة تقاتل لأجل حرمة الدماء ولأجل حرمة الأعراض ولأجل قمع الظالم الذي جثم على قلوب العباد وحكم بغير ما أنزل الله وأفسد الدنيا والدين، فقتاله مشروع. وليس كما قال بعض الناس ممن ليس عندهم علم ولا تحقيق، قال يجب اعتزال هذه الفتنة لأن من يقاتل لأجل الحرية والديمقراطية وكلام فارغ، كيف يسفك الدماء؟ الآن يتكلم عن الثوار، يقول كيف يسفك الدماء لأجل الجاهلية والهوى ولأجل الديمقراطية والحرية؟ نقول له: أخطأت ولم تفهم المسألة فهما صحيحا. لم يكن
القتال لأجل الديمقراطية والحرية، القتال كان لأجل الدين وإعلاء راية التوحيد ولأجل الكرامة ولأجل أن يعيش الإنسان عيشة سوية ولأجل إبعاد هذا الظالم الذي أفسد البلاد والعباد. لكن بعض الناس لقلة فهمهم ظنوا وتوهموا أن القتال الذي كان بين كتائب الطاغية وبين الثوار كان قتال فتنة يجب اعتزالها، وكانوا يقولون للناس اعتزلوا ويا ليت بعضهم اعتزل، بل هم كانوا منحازين للظالم ويسمون الثوار خوارج ويسمون قتالهم قتالا باطلا ويسمونهم تكفيريين وخوارج ويقاتلون لأجل الهوى ولأجل الشهوات وإلى آخره. هذا خطأ لا شك ولا ريب فيه. إذن القتال الشرعي إذا كان هناك مسوغ شرعي للقتال يقاتل المسلم في أحوال منها أن يدافع عن عرضه أو عن دمه أو عن ماله، أو إذا حصل القتال بين طائفتين كما حصل عندنا فأقول يجب على العلماء وعلى ولاة الأمر جميعا أن يحددوا الطائفة الباغية والجهة المعتدية وأن يتم نصحهم وإرشادهم ودعوتهم إلى ترك القتال وتسليم السلاح، فإن أصروا فيجب على الجميع أن يتعاونوا في قتالهم، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هذا هو الواجب الشرعي. أما أن تترك الأمور على ما هي عليه وأن ندخل في فتن وفوضى وفي محن، ربما هناك أناس من مصلحتهم ألا تستقر ليبيا وألا يستقر أمنها، هناك أناس لهم مصالح وشهوات ومآرب يدفعون الأموال لأجل إدخال البلاد في فتن وفي محن وفي فوضى. حتى بعض الناس ربما لضعف رأيه وقلة فكره يتمنى أن تدخل البلاد في فتن حتى يقول شفتوا قلنا لكم إحنا لو قعد ذاك الرجل أفضل. نقول هذا لا يقال ولا يصلح، لا يصلح يا أخي، لا يصلح أن يتمنى الإنسان الشر والفساد والخبال واضطراب الأحوال لأمته. أنت من المتضررين بهذا، أبناؤك يتضررون. الأمن إذا حصل الجميع يتنعمون به، وإذا اختل الأمن الجميع يتضرر. أما لاحظتم قوله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ الفتنة والفوضى إذا حصلت لا تصيب الظالمين فقط، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولكن تصيب الجميع، الكل يصطلي بنارها، الكل سيفقد الأمن والاستقرار. نعمة الأمن لا يستهان بها، يجب على الجميع أن يتقوا الله. لا يصلح ولا يليق بالمؤمن إذا كان يطالب بحق شرعي، يطالب بحق شرعي لا يصلح أن يطالب به بطريق يغضب الله جل وعلا ويسخطه. لك حق شرعي طالب به بالطرق الشرعية وبالوسائل المعروفة الصحيحة